عمري بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقه صغير كده محنق، حتى الزبون يبقى جوه قفاه بره لا مؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. ها؟ لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك العربية توصلني؟ للاسف راحت مشوار. خلاص اخذ الاتوبيس. السلام عليكم. معلش امي مش فوق عشان كده مش قادره اقول لك اطلع شوي. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. وانا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دول انا اكل. حسن انت راجع من قبل الدواء دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف كده. ساعتها هتجوزك ليه غصب عني؟ يا نهار اسود انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد فرحه وجاي يقول لي بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه انت هنا؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ نصلح الكهرباء برضه. كهرباء ايه؟ الكهرباء بتاعت الكهرباء. كونين عليكم وعلى ايامكم السودا وزمانكم الاخبر. على فكره انت راجع مش مظبوط، هم ضربوك على دماغك ولا ايه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. احنا نفسخ الخطوط. أنا ما ينفعش ليك صدقيني. بس كان على 150 جنيه بتوع الشركة أنا كنت بيها عندكم 20 مرة. أنا أصلا ما ينفعش ليكي. أنت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح. لازم اي حد يحس بوجودنا هنا. اطمن يا فندم مفيش اي شوشره. العب العب.
كل ما اقول مش علينا. الحقونا الحقونا يا ناس الحقونا. كده من الاول ناس زباله. مين الشاب ده يا فوزية؟ باين عليه من اهل العريس، ده باين عليهم من الزباله، باين عليهم كده. يعرف ابنه فين دلوقتي؟ اوه لا خلاص، لما ابوك يعرف ابنه فين انا كمان اعرف ابنه فين. يا باشا انا شايفه بعناية خارج من الحاره لابس ومتانتك زي عادته كل ليله خميس وليله حد. بيروح فين كل ليله خميس وحد؟ الله اعلم يا باشا. وبيروح الساعه كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس اكيد بيرجع لما القهوه تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاوله للتضليل هتدفعوا ثمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال، احنا نعرف كل حاجة عن حسن الا حكاية خروجه كل ليلة خميس وليلة حد لابس ومتأنتك. كل ليلة خميس وحد لابس ومتأنتك. لابس ومتأنتك متأنتك ولابس لابس ومتأنتك متأنتك ولابس ومتأنتك. معتصم انت معايا يا معتصم؟ هو مين ده يا معتصم اللي لابس ومتأنتك؟ الهدف لابس ومتأنتك يا فندم، قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. جرى يا معتصم؟ انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سيادة؟ ايوه عارف عارف، معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك، انا مش هرجع الإدارة الا هو معايا يا فندم. لابس ومتأنتك متأنتك ولابس.
استاذ. استاذ. يا استاذ. نعم. يعني نعم يا حبيبي. الصبر طيب. طيب. الصبر طيب. ما حدش بياكل اكتر من بطنه. استاذ. سيادتك معزوم هنا برضو؟ ده خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ما تاخد حاجه تبري نفسك بيها على مؤسف. احنا عايزينك بسرعه يا حسن ومن غير ما نعمل شوشره. بس بعد ما تعشى. ثانيه ثانيه ارجع وانت بقى تبع اهل العروسه ولا تبع اهل العريس؟ انا تبع المأذون. انا اصلي غاوي افراح. احب اجي الفرح من دول ابري نفسي بشويه اكل على مزاجك كده. تعرف الطبق ده؟ لا انا ولا انت ولا الاكبر منك نقدر على تمنه. ده لسه الحلو بقى كمان. غير الانس والفرفشه. مصنع البلاستيك اتحرق يا حسن. اهو ده اللي كنت خايف منه. ليه ما شفتوش شغله كويس؟ أنا قلت لكم المصنع هيتحرق، ده إهمال، إهمال كثيف. وبعدين أنا ناقص تعاكم عليا فيلة مفترجة زي دي؟ يا ما قلت له المصنع ده هيتحرق. رحت له لغاية عنده، قلت له الساعة 10 ونص المصنع هيتحرق. مفيش فايدة يا جدع. هي أنا دايم زي ما قلت لك. خلصت يا حسن؟ خلصت يا سيدي، مفيش داعي للحلم. ده حاجة تقرف. اتفضل. على إذنكم. إيه؟ أوعى تقول لي حلم تاني. أنت تنسى حكاية الحلم دي خالص. أمال أقول إيه؟ تقول الحقيقة. ماشي. الحقيقة إنه حلم. حسن. حسن. أنت قاعد على القهوة، سمعت ناس بتتكلم. قول لي أساميهم، ما تخافش. طب بلاش. مش عارف أساميهم، أوصف. القهوة مع